فحنروح لأول فقرة بصباحنا لليوم والي المساحة التربوية. شو بيقول المثل يا عفاف؟ بيقول ابنك على ما ربيتي وجوزك على ما علمتي. ما علمتي، بس ما بنعرف أمه شو علمت أول شيء. خلينا نروح ضمن هاي المساحة لنحكي اليوم نحن كيف قادرين نغرس بأطفالنا القيم، المبادئ ومبادئ الاحترام. بيقولوا الطفل مراية أهله، فنحن شو بنعطي أطفالنا، شو من مصدر لهم من ثقافة احترام، من ثقافة نشاطات بحياتهم، فهنن حيكبروا عليها. لهيك دائما نحن بنحرص عفاف بعمر معين للطفل انه نحن نعلمه على اشياء يكبر عليها. تماما يا رشا، مثل ما قلتي انه يكون العمر المعين او العمر الصح يلي خرج هو فيه الطفل انه يلقط هي المبادئ والقيم يلي بيربوا عليهم اهلهم. واهم شيء اهم شيء هو الاحترام، متى ما هو احترم حاله فاكيد كل الناس راح تحترمه. راح نتعلم اليوم كيف ممكن لكل الاهل اسس الاحترام وامتى ببلشوا يعلموها للطفل، وكيف ممكن نزرع هي القيم والاخلاقيات داخل كل طفل بالخطوات الصحيحه. اكيد كل هاي التفاصيل رح تجاوبنا عليها الاختصاصيه التربويه نغم طربيه اللي صارت معنا بالاستديو. صباح الخير. هلا، يسعد صباحك. صباح الخير يا نغم، كيفك؟ تمام، اهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك حبيبتي. وانا كمان. دائما الام تسال السؤال البديهي، يعني انا بعين عمر انا قادره امسك ابني واقول له هذا احترام، هذا عيب، هذا صح، هذا غلط، هذا لا؟ تماما. اول شيء عندنا التربيه الفاعله المؤثره والمباشره اللي بتساعد على تكوين شخصيه الطفل الانسان بشكل عام، او بتساعد على انه يكون شخص ناجح او فاشل لا سمح الله، بتبدا بفتره الحمل. اكدت دراسات كثير على انه التربيه الفاعله الحقيقيه والصحيحه بتبدا بالشهر الرابع بالذات بفتره الحمل. لكن هو الموضوع ما نو بالامر السهل ولا البسيط، خصوصا بمجتمعاتنا العربية. للأسف الأهل دائما منشوفهم بأجلوا موضوع التربية لبعدين، أنه ابني بعده صغير ويلا ولاحقين، بيمضى العمر وابننا بيكبر ونحن بعدنا ما علمنا الأسس الصحيحة. الشيء اللي لازم أنا أعرفه أنه أنا ابني أول ما بيبدأ يوعى ببدأ معه تعليمه القواعد الأساسية. أي شيء أو أي سلوك أو أسس نحن بدنا نعلمها للطفل لما بنبدأ بعمر صغير بياخذها عادة بالنسبة له. صحيح. ما في يعني ما بيصير في عنده مشكلة بهذا الموضوع، لكن إذا بلشنا بعمر كبير وخصوصا بفترة المراهقة هذا الموضوع رح يأثر عليه. الطفل لما بيكبر بياخد الموضوع بسخرية، بيستهزئ من الموضوع فورا. إذا أنت بدك توجهي له شيء أو تعلميه قاعدة معينة بالاحترام، أنه يلا بلشوا تنظير، يا الله أهلي ليه هيك، أنه هلق تذكرتوا أنه أنتوا توجهوني على هذا الشيء. فهذا كتير غلط. نحن أول ما بيبلش أنه هو يوعى بعد السنة طبعا، كيف ببدا؟ انا ببدا بعلمه هذا بيصير، هذا ما بيصير، هذا صح، هذا غلط، وبعدين معه بيصير بيتعود على هي القواعد الاساسيه. ذكرتي نغم انه الاهل ممكن يرتكبوا اخطاء شائعه اثناء التربيه وخصوصا تعليم الطفل الاحترام، ان كان هو طفل صغير او حتى بده يوصل لسن المراهقه. كثير للاسف بنشوف انه اهل بيربوا طفلهم على عدم الاحترام من باب انه انا بدي قوي له شخصيته، بدي خليه يصير جريء حبة زيادة، فبصير الموضوع بينقلب ضده للطفل. يعني بس يوعى شوي بصيروا الأهل كل شيء علموا إياه الصغر بيقولوا له لا هي هذا عيب، هذا ما بيصير. طب هون الطفل يعني كيف بده يعمل الموازنة بين ما أنتوا علمتوني أعمل هيك وهلأ عم تقولوا لي ممنوع، مثل الكلام، مثل الرد بوش الكبار، هاي القصص. نحن هذا الشيء للأسف عم نواجهه مع الأطفال بالروضة، ضمن الروضة. الأخطاء اللي هي عن جد كتير الأهالي عم بدون ما تشعر يعني عم ترتكبها، أنه ابني دائما بعوده، اللي بيضربك اضربه، هاي المقولات الخاطئة، اللي بوجه لك كلمة يوجه له عشرة. تماما. للأسف هن الأطفال أساساً قلوبهم مو مثل قلوبنا. طفل بريء ما عنده حقد، ما عنده لئم، رح ينسى. أنا بعلم طفلي على شيء هو أساساً ما بيعرفه. ليه؟ لحتى الاحترام ما نضعف، هذا الشيء بدي أكد عليه. بالعكس الاحترام شيء كتير حلو، كلنا منحب نتداوله بيناتنا، وهي أساساً قيمة جوهرية بحياتنا. فأنا لازم أعلمه في حدا مسؤول بهذا الوضع،
نحن ليه منبلش منقول دائما منأكد عليها بمرحلة الطفولة المبكرة انه انا علمه الاحترام، لانه هو طلع على عالم جديد. اول شيء انا بعلمه اياه هو انه يحترم نفسه، يحترم الاشياء الموجودة عنده، الكتب، الالوان، الشيء الخاص فيه. طالما هو بدي من نفسه رح يطلع لبرا ويكمل هذا الشيء. طبعا هذا الموضوع ما بيغني انه نحن دائما بشكل متكرر توجيهات دائما علموا الصحة من الغلط، لانه التربية او تعليم الاحترام هي مو كبسة زر. دائما نكون مثل ما بيقولوا انه القليل الدائم افضل من الكثير المنقطع. كل يوم توجيهات لابني طبعا بطريقة محببة لحتى اوصل للشيء اللي انا بدي اياه. رسالة مهمة لكل أهل، بتمنى عن جد نحن مو بس نسمع الكلام ونطبق هي القواعد لأطفالنا، إنه معلي اللي ضربك ممكن إنك تسامحه. طبعاً هن هو الضرب مو بقصد الأذى، لأنه هن صغار وتصرفاتهم بريئة، بتكون ردة فعل لشيء بسيط. ما نكبر الموضوع، ناخده ببساطة، لأنه طالما بنبدأ من أطفالنا بالعكس كل حدا يبلش من طفله، هيك نحن بنبني مجتمع راقي واعي مثقف بعيد عن هي الأخطاء. والاحترام مثل ما حكينا دائما نمشي عليه. كثير في قواعد صحيح. وفي أسس لهذا الموضوع. رح نحكي نغم على هي القواعد والأسس، وذكرت نقطة وعفاف أكدت عليها، أنه نحن بنجيب الطفل من دلعه ومن حبه، بنسمع منه كلمة حتى لو كانت سيئة، ياي أنه بنلاقيها على طفولته وبراءته ونسمعها منه من حبه، فبيكبر عليها. فهذا الغلط هو غلط الأهالي اليوم. اليوم للأسف الكادر التدريسي عم يتحمل عبء جدا كبير من بعض التصرفات الغير مسؤولة من الأهالي. طب اليوم أنا إذا بدي أقول لك اليوم شو هي الأساسات أو شو هي القواعد اللي أنا قادرة أمشي فيها مع طفلي بعمر محدد، شو لازم أول شيء أعلمه؟ أول شيء عنا لازم أعلمه الإنصات. هي أول شغلة، الإنصات. يعني أنا بيجي ابني هو وصغير ما بيعرف أنه أنا لازم ما قاطع الآخرين، ما قاطع أمي وهي عم تحكي. بنشوف الأطفال الصغار بيمسكوا أمهم وأنه ردي علي. فالشيء اللي لازم أعمله أنا بلحظة بدور لعنده حبيبي أنه شوي وبكمل معك الحديث. لما بخلص من حكي من الحديث اللي أنا عم بعمله دور لعنده وبخبره انه انا اوكي هلق انا فيي اسمعك. بهي الطريقه انه ما قاطعت، اول شيء ما قاطعت ابني، ما عيطت عليه. كلمات دائما نتداولها وتكون ضروريه بالقاموس اللغوي. لو سمحت، اذا بتريد، من فضلك. ما عامل ابني عكس ما اطلب منه، عكس ما انا عم عامله. بمعنى انه انا عم عيط عليه، هو عذاب، هو عمل اي شيء، عيطت عليه. طيب بس يبلش هو بالصراخ انا ما بقبل، بقول له لا ماما حبيبي لازم تكون ولد شاطر ومؤدب. طب انا ما عملته بنفس الطريقه يلي هو انا حابه هو يعاملني فيها. يعني سلوك الاحترام هو سلوك متبادل. كيف انا بدي اعطيه، لازم انا دائما اكون القدوه له. يعني الطفل هو بيتعلم بالتقليد. صح. شوف امي عم تحترم اهلها، عم بتحبهم، بتحن عليهم، بتعاملهم برفق. انا بدي اكون هيك مع اهلي. بشوف مثلا طريقه كلامهم، طريقه اي شيء هن بيقوموا فيه، فانا بدي اكون اهلي هن المثل الاعلى لي. كثير مهم اني احسب تصرفاتي قبل ما اعملها. طيب نغم، بما انه هيك ضوينا كثير على نقاط مهمه خلال هي الفقره، خلينا كمان ما ننسى اهميه احترام الذات للطفل. يعني الاحترام ببلش من انفسنا، وبعدين ممكن نحن طاقتنا هي بتصدره للاخرين. خلينا نحكي عن اهميه كيف انا ممكن اعلم طفلي انه هو يكون محترم ذاته بالاولويه. تماما. اول شيء عندنا بحياتنا نحن في عندنا علاقات اجتماعيه، وفي عندنا قرارات واتخاذ القرار وحل المشكلات. هلا بالعلاقات الاجتماعيه دائما نحن بنفضل انه يكون في رفق، في عاطفه، في احترام بهي العلاقات الاجتماعيه. لكن انا بهي العلاقات الانسانيه يلي عم بتكون المتبادله بيني وبين الاشخاص اللي فيها احترام وفيها عاطفه، لازم تكون بنسبه 70% و30% عقل. انا بشغل عقلي لحتى الطفل عن جد هو يكون شخص متزن، شخص محترم، في عنده شيء. يعني
وضروري شغل 30% عقل، لانه اذا انا كنت 100% عاطفه هون نحن بنسميها بالعاميه انه بصير اهبل ساذج انه ايه ما في يعني هذا هي الجديه بالتعامل مع الناس. وباتخاذ القرار دائما نعكس النسب باتخاذ القرار وحل المشكلات، خصوصا اذا كانت المشكلات مصيريه، فهون انا 70% عقل و 30% هي عاطفة. دائما منقول بالزواج مثلا او بعلاقات الطلاق او اي شيء، دائما ان تكون النسبة عكس بعضها. فدائما نحن نكون نعلم طفلنا الاتزان باي شيء هو عم بيكون فيه، حتى بالاحترام. يعني الاحترام هو مانو ضعف، بالعكس هو قوة شخصية، هو شيء كتير حلو بحياتنا. دائما نأكد على الكلمات يلي نحن بنوجهها للطفل بطريقة حلوة، وابدا من نفسي لحتى انطلق بطفلي للعالم الخارجي كمان. اكيد. طيب نغم هيك سريعا وبالنهاية نصائح اليوم لكل أم اليوم حابة اليوم أنه هيك تأخذ منك بعض النصائح. أوكي. أول شيء عندنا التربية، خلينا نستمتع فيها، نبتعد أنه نفكر أنه هي عبء لأطفالنا، عبء علينا بتربية أطفالنا وتوجيهها. نكون دائما بتوجيهاتنا نكون سلسين بالتوجيهات، نبتعد عن النقد، بالعكس نحاورهم بطريقة محببة، يكون في حوار بناء، ناخذ الأمور أو المشكلات اللي بيعاني منها الطفل ناخذها بطيب، يعني ما كتير نكون محتدين بهي الأمور، نكون قراب من أطفالنا ونبتعد كتير ضروري. ورسالة لكل أهل عن هي المقولات الخاطئة، لأنه ما في ولا ولد مظلوم، لا بالعكس عم بيكون في أم وأب مثاليين لما نحن منعلم طفلنا الاحترام لحتى يبدأ حياته بهي الطريقة ويكون عن جد ناجح بالمستقبل. دائما منشوف أنه الطفل لما بيكون محترم مجالات أكثر بتصير واسعة أمامه، بصير هو حتى بحياته العملية أفضل. قبل ما نختم كمان معك نغم، يعني نوهتي على موضوع جدا جدا مهم، وقالت رشا أنه ممكن نحن بدنا ننزل لمستوى تفكير هذا الطفل. كثير من الأهل للأسف اليوم العصبية، الضرب هو أفضل خيار لكل المشكلات شو ما كان. ما في هذا الوعي، ثقافة أنه أنا ساير هذا الطفل علمه أنه هذا غلط وهذا صح. لهيك يعني قديه اليوم ضروري أنه نحن نبعد عن العنف مع هاي الأطفال. يعني النصيحة كتير مهمة ما بدنا ننساها. أكيد أكيد هذا كتير مهم وضروري أنه أنا بس أتحكم بأعصابي طبعاً. حتى أنا يعني بيجي ولد بيضرب أخوه، فأنا بعالج هاي الشغلة بإني بضربه. طب ما أنا عالجت الخطأ بخطأ وكبر الموضوع، وهذا الشيء بشكل خطر كتير كبير، لأنه أطفالنا هن مسؤوليتنا بهي الحياة. أكيد. اليوم نغام هيك معلومات جدا هيك حلوة ومهمة ونصائح بحاجتها كل أم وأب ليبلشوا مع طفلهم بالعمر المحدد. بدي أتشكر حضورك لليوم، وهيك الله يعطيك الصبر والقوة بمجال عملك. قد عم تتحملي؟ أنا كتير بحبهم بصراحة، عن جد بصدق بحب كل ولد موجود. وأكيد هذا المحبة عم ترجع لإلك من هي الأطفال. شكرا لحضورك. معناتها هون لازم نشيل مقولة قضي الأولاد شنق حاله. لا أكيد عندي لا. شكرا لإلك. شكرا لكل المعلومات والنصائح يلي قدمت لنا اياها. اهلا وسهلا فيك.